مشاهدينا متابعين معكم ورح نحكي عن مسرحية ثورة النساك للأفادي ثابت يلي بتضوي على الانقسام يلي صار بالطائفة المارونية خلال حقبة تاريخية كان فيها بطريركين، الأول محارب ضد المماليك والثاني قديس. أكل كل التفاصيل عن هالمسرحية بخبرنا عنها بير فادي ثابت. أهلا وسهلا فيك، منورنا لليوم. الله يخليكي. يا هلا. يعني شرفنا ونورتنا أفادي ثابت، يعطيك ألف عافية وألف مبروك أيضا للعمل الجديد اللي حضرتك عم بتقوم فيه. مثل العادة أعمالك كل الشعب اللبناني منتظروها، ونحن أيضا طبعا ما نحكي عنها لأنه عمل جدا مهم وبيطرق لموضوع أكثر من المهم. ليه نقيت هيدا الموضوع بالذات ومضمونه وليه هالفترة كمان؟ يعني انا بس شفتها انا قلت لي بده يطرق الافادي الثابت بهالفتره بالذات لهذا الموضوع، انه عاده انا المواضيع اللي بعملها هي مواضيع تاريخيه. نعم. واكيد الانسان بده ينبش على النقاط المهمه يلي موجوده بالتاريخ يلي ممكن نحن انه نستفيد منها او نحن نقدر انه نتعلم منها. فمن الدراسات يلي كنا نحن عاملينها، وخاصه انه في نوع من 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 ضياع اذا بدك تاريخيا بهالحقبه هيدي بين البطاركي، يعني حتى الاشخاص اللي بيشتغلوا تاريخ بيضيعوا يعني بين البطرك، مثلا بين البطرك دانيال الحتشيتي وبين البطرك لوقا البنهراني، اي بطرك منهم هو كان البطرك المحارب، وبين لوقا بين ارميا الدمنصاوي وبين ارميا العمشيتي اي بطرك منهم هو البطرك اللي كان معروف عنه بصلاه وبتعبده للاربين وغيرها من الشغلات. فانا اخذت الحقبه سنه 1283 يلي اذا بدك ما فيناش نوضح التاريخ لانه التاريخ بيضلوا في بعض الغموض بفترات كثيره، انما حتى نضوي على هالنقطه الاساسيه انه بهالحقبة هيدي كان في تغيير خارطة، مثل ما نحن بنسمع اليوم بتغيير خارطة الشرق. هالفكرة تغيير خارطة الشرق هي كانت الفكرة يلي كانت موجودة على أيام المماليك بهداك الوقت. وبسنة 1283 كان نهاية الصليبيين كانوا بلشوا يتقهقروا من بعض الحملات تبعولهم، وكانوا مختلفين بين بعضهم. الانقسام المسيحي المسيحي كان في خلاف بين جبيل وكان في خلاف بين طرابلس، وبهالحقبة هيدي كانوا الموارنة منهم البطرك لوقا البنهراني كان مع والي جبيل. من بعد ما مات البطرك دانيال الحتشيتي صار في أكيد بدهم ينتخبوا بطرك جديد، وكونه هو مع الصليبيين بهداك الوقت يلي وضعهم كان شوي تعبان، وعدوه إنه بدهم يعملوا بطرك. بالوقت يلي انتخاب البطرك ما بيجي تعيين، البطرك لازم يكون في انتخاب من قبل المطرين. بالوقت يلي المطرين بينتخبوا ارميا الدمنصاوي بينتخبوا بطرك، يعني بهذه الحقبه هذه صار في عندنا بطرك الصراع. بطرك معين من قبل الصليبيين يلي في علامه استفهام عليه اذا بدك، يلي كان يحارب ضد المماليك وبنفس الوقت كمان كان يحارب ضد الصليبيين. وبعدين بنفهم ليش هو كان يحارب، كيف كان مفهومه للحرب. وفي عندك بطرك الثاني اللي هو ارميا الدمنصاوي يلي كل النساء كان بدهم اياه وكل الاساقفه كان بدهم اياه يلي بينتخبوه حتى يكون هو بطرك. نعم. رح نتابع معك حلو. الحديث بير ثابت من بعد ما نشوف سوا بروموسيون مسرحيه. اوكي. 1282 للمرة الأولى بطركين على الطائفة المارونية، ثورة النساك للأب فادي ثابت ابتداء من 6 كانون الثاني على مسرح جورج الخامس زوق مصباح أدونيس. للحجز والضمان 03-876-455-09-917-917. الهدف من اختيار هالموضوع شو هو بير ثابت؟ أكيد المسرحيات هلا يلي ما في عنده تاريخ ما في عنده حاضر وما في عنده مستقبل. أكيد نحن ضروري إنه نتعلم، وبتشوفي من خلال المسرحية هذه في رسائل كثيرة نحن عم نوصلها، اللي هي دعوة إذا بدك للوحدة على الصعيد الكنسي، للوحدة على الصعيد المسيحي، للوحدة على الصعيد الوطني. لأنه بنشوف نحن بهذاك الوقت إنه رغم إنه المماليك وسيف الدين قلاوون بحد ذاته كان ضد الصليبيين وكان ضد الموارنة بهداك الوقت، وخاصة إرميا لوقا البنهراني
كنا نشوف انه سنية طرابلس كانوا مع المسيحيين بهذاك الوقت. يعني اذا بدك هالشخص يلي كان في عنده حب التعصب، كان من ميل تاني. كنا عم نشوف الاشخاص يلي بينتموا للديانته هو، بنفس الوقت كانوا لا عم يدعوا للعيش المشترك وللحب بين الديانات كلهم سوا. وهذا هو الشيء اللي نحن عم نطالب فيه بمجتمعنا. اكيد هالمسرحيه هيدي بتعلمنا كثير وبتسقفنا كثير وبتعطينا نظره للمستقبل، بالاضافه حتى نحن نوعى شوي لتاريخنا ونعرف انه حياتنا المسيحيه هي قايمه على الاضطهاد. وفي شغله كثير مهمه اليوم، المسيحيين يلي عم يضطهدوا بكل انحاء العالم، انه مبدئيا الاضطهاد مش لازم يخوفنا، لانه نحن من رحم الاضطهاد ولدنا. يعني اذا معلمنا هو مات حتى يفدينا، نحن مش لازم نخاف، قال نحملوا الصليب وعرفوا انه بعد الصليب في قيامه. فاذا انطلاقا من هون هالرسائل هيدي نوع كمان من تشديد عزايم عزايم الاشخاص المسيحيين يلي عم بيعانوا هالاضطهاد، انه بنقول انه وحدتنا شغله كثير مهمه، ما في شك. انفتاحنا على الاخرين شغله كثير مهمه، لانه ولا مره الانسان المسيحي لازم يعيش مقوقع، بالعكس مزبوط. لازم يكون في عنده انفتاح على الكل ويحب الكل وحب للكل. هيدي هي حياتنا المسيحيه. ونحن هلا حابين كمان نشوف مقتطفات من مسرحيه الميكينج اوف تبعوله ورا الكواليس، رح نحضرها سوا بيرفادي دافيد. ايها حي العريس الفارس المقوار، ايها من طرابلس طل المجد راعيها، ايها دعسة خيول تهز تشعل نار، ايها جاي لهند القلب يعطيها. بكره بالعرس كل الفعاليات بدها تكون موجوده، مش لاقى بنت الشيخ منهج عم تتجوز والناس عم تدخل برا، ما في عرس قبل 40، ما في عرس قبل 40. العريس من عنا عروس ان شاء الله بتتهنى، اني وطلي مهيوم والعالم بيخبر عنا، طلت بتغندر بالساحه ونظرات عيونها الدباحه، غزالي وعيني وسلاح علينا بتؤمر شو بتتمنى. حقك انك تزعل، بس الزعل ما بيغير شيء، يلي صار انه ما كان في موت بكره مثلا، المي الغيله صارت العرس. يا ابني بدي منك تشيل قلبك على جنب وتفكر بعقلك وتسمع شو رح اقول لك. يا سيدنا ارميا وراعينا، المسرحية بلشت بستة كانون الثاني على مسرح جورج سانك بأدونيس، لأمتين باقيين؟ إلى ما شاء الله إن شاء الله. مسرحيتنا الحمد لله بتشتغل، يعني بتشتغل لخمس ست أشهر بإذن الله إن شاء الله. بدنا نذكر إنه حضرتك قدمت مسرحية للأطفال وجلت فيها بعدة مناطق لبنانية، خبرنا عن الفرق بتفاعل الجمهور بين الكبار والصغار. أكيد المسرحية مش أنا اللي كاتبها وأنا اللي مخرجها، إنما تلاميذي هن يلي كانوا عم بيقدموها، قدموها بجورج الخامس، كمان قدموها بعدد كبير من المدارس والرعاية. أكيد الطفل نحن من المفروض إنه نشتغل حتى نربي صغير حتى نلاقي كبير، إذا بدنا وطن يكون لبنان يلي بنحلم فيه، خلينا نبلش عم نربي أطفالنا على التربية الحلوة. ما في شك، ما نقلك كمان ألف مبروك لأنه تشاريتي تي في كمان صارت فضائيا. صحيح. وصارت واصلة وين ما كان بالعالم، والرسالة المسيحية اللي أنت كنت عم تحلم فيها وصلتها. خبرنا أكثر عن عمل جبار بالنهاية، يعني تشاريتي تي في صارت فضائيا. مثل ما بتعرفوا إنه في صوت المحبة، في تلفزيون المحبة يلي هي تشاريتي تي في، وبنفس الوقت كمان في عنا المسرح المحبة وفي عنا مجلة المحبة. نعم. فالشيء اللي عملناه نحن بجمعية المرسلين اللبنانيين الموارين، يعني حاولنا قدر الإمكان إنه نوحد الإعلام بشيء سميناه مركز الكريم الإعلامي. نعم. يلي بضم هالمؤسسات هودي كلهم سوا، وكانت الانطلاقة يلي أطلقنا فيها تشاريتي تي في حتى تصير موجودة بكل العالم. كل الأشخاص يلي بلبنان فيهم يحتروها على النايل سات على 11096، فيهم يحتارونا وفيهم يحتارونا بلبنان، بأمريكا، بأستراليا، وين ما كان، بكل أنحاء العالم. نعم. ألف مبروك بيرفادي ثابت، ويعطيك ألف عافية على تشاريتي تي في وعلى المسرحية أيضا ثورة النسيك. طبعا يا ريت نذكر وين فيهم يلاقوا التيكتس ومتين عم تنعرض أيضا. أكيد بقول إنه المسرحية عم تنعرض كل خميس جمعة سبت أحد. هالفترة هيدي مسرحيتنا مفولة الحمد لله، يعني ما في محلات حوالي 21 الشهر،
من 21 ولكن شهر. اذا حاولتوا شوي قبل 21 رح لاقي لكم محلات ان شاء الله. لا ما في محلات. ما في كذب ابونا. ما في محلات. ما في محلات. بالضمان فيهم يتصلوا بالفيرجن ميجا ستور. اشخاص اللي بيحبوا انهم يضمنوا اكيد فيهم يتصلوا فينا على 09917917 في اسعار خياليه خاصه لكل الاشخاص اللي بيحبوا انهم يضمنوها. واكيد المسرحيه راح بتكون تحت رعايه سيدنا البطرك بشار الراعي يلي راح بيحضرها ب 27 شهر. حلو. فادي ثابت نحن بنشكرك، اهلا وسهلا فيك وكل التوفيق لك وين ما كنت وشو ما قدمت. يا هلا مشاهدي.